أنا كوتر حفيدي من المغرب. جيت لأمريكا باش نحقق الحلم ديالي نكون عالمة فيزيائية، وهذه قصتي. This is called gamma sphere. How is work going? Things are going well. This is just the beginning. تولدت في المغرب في الرباط العاصمة المغرب في عام 1972. الأبوين ديالي ما تنتفكرش المرحلة اللي كنت معاهم لأنهم طلقوا في سن مبكرة، والأب ديالي خدا الحضانة ديالي وعطاني الأم ديالو جدة ديالي اللي هي تكلفت بالتربية ديالي. من أول المسائل اللي كنت فكر في حياتي هو أن قالوا لي أن الأب ديالي كان حزين الوقت اللي تولدت لأنه كان بغى الوالد. حاولت حياتي كلها نكون الولد الأب ديالي ونوريه بأن البنت تقدر تكون أحسن من الولد، وبديت نلعب الكرة ونتصارع مع الأولاد. المهم الأب ديالي ساندني بطريقة اللي هو بالنسبة له كانت مهمة، أنه خلص الدراسة ديالي الابتدائية اللي هي كانت مهمة، كان ديما كيشجعني أنني نقرأ ولو أنني كنت كنقرأ بوحدي، ما كنتش كنحتاج المساعدة لأحد. ملي كتكبر كفتاة في المغرب وكنظن الدول العربية صعب، لأن كاين قوانين اللي هما للفتاة وماشي للولد. مثلا البنت ما يمكنلهاش تخرج تلعب في 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 ستريت في الزنقة، خصها تبقى في الدار. على أي كنت في عائلة اللي هي الخمس عمات ديالي والجدة ديالي كان عندهم شخصية قوية وعاونتني انني نكون نثبت نفسي، وكنا كنتصارعوا مع الاولاد وكنتناقشوا، ولو ان الجده ديالي كتقول لي البنت المزيانه خصها تحضر عينيها وتحضر الصوت ديالها. بالحق حنا عماتي كانوا مشجعيننا نكونوا وايلد متوحشين وسترونغ، وكتحاول دير الامكان ديالك باش تعيش في مجتمع حتى تقدر الصوت ديالك يكون مسموع وتكون عندك قدرة أنك تبدل شوية في الظروف. كان في سنة من السنوات في التسعينات الملك المرحوم حسن الثاني قام بخطاب الشباب اللي يحتفل بعيد ميلاده. في هذاك الخطاب كنظن بأنه الأحداث اللي كانت تابعت حاملين دكتوراه أنهم قاموا بإضرابات والدولة اضطرت أنها تلقى لهم وظائف، قرر أنه يقوم بتصريح أن المغرب ليس بحاجة إلى دكاترة فيزياء نووية، بل هو بحاجة إلى تكنيشن. ولكن ملي سمعت تصريح الملك بالنسبة لي كان واضح أن ما عنديش مكان في المغرب، وبالنسبة لي أنا العلم هو الهدف ديالي في الحياة، والحلم ديالي هو أنني نكون عالمة فيزيائية عالمية. قررت أنني خصني نخرج من المغرب باش نتبع الحلم ديالي. جيت لأمريكا في عام في نوفمبر 1999 لما انتهيت من رسالة الدكتوراه في فرنسا. جيت لأمريكا مع الزوج ديالي، كانت عندنا 100 دولار في الجيب، واللي كان مزيان هو أن أرغون ناشونال لاب كانت عندي عقد ديال 3 سنوات من بعد الدكتوراه، خلصوا لينا الهوتيل لمدة أسبوعين وأرسلوني في بعتة لفيرجينيا لجيفرسون لاب، وطلبت منهم تسبيق، عطوني 3000 دولار باش نقدروا نصرفوا. هذه كانت فريمون مساله اللي هي ساعدتني، ما قدرتش نسالهم، ولكن السوبرفايزر ديالي قال لي واش عندك مشاكل ماديه نقدروا نعطيوك تسبيق، دونك هذيك ساعدتني. والتسبيق الزوج ديالي كان خدا الباص
لأن ما كانش عنده إمكانية أنه يأخذ طائرة. خد الباص لمدة يومين وجا معايا لفيرجينيا وبقينا تما لمدة شهر. وبالنسبة لي أنا أمريكا غتبقى دائما أحسن بلد في العالم، لأنها كتجلب ليها الأحسن والأفضل من العالم، وما كاينش دولة وحدة بأوريجين وحدة بديانة وحدة تقدر تنافس مع أمريكا، لأن أمريكا هي العالم، هي the best out of the world. عقلتي ملي كنا مشينا لتونس؟ Yeah, I remember. وكتلعب الكرة في تونس؟ Yeah, I did. It was fun, but we didn't have like actual like goals, so we had to use like two rocks. Street soccer. Yes, it was like in like parking lot by Zouk. Souk. Souk. كيعجبك تمشي لتونس ولا؟ Yeah, I like to go there. علاش كيعجبك الحال؟ شنو كتبغي تما؟ Because I have cousins, I have family there, and it's just like different from here. So here we have nobody. Just you. عقلتي ملي مشينا لتونس. مشيت أنا معك لتونس، كنتي عندك 5 سنين. Yeah, I was young. وكنتي كتقلق لأنك تقولي What country doesn't have McDonald's? He said McDonald's. Yeah, he wants McDonald's. He was so appalled. There is no McDonald's. And when we went to Mishina Larbat, we took him to McDonald's and the police came and he was very angry because we parked just in front of McDonald's. We shouldn't be parking there. Everything to get his McDonald's. What you used to say? I am 99% chicken nuggets. Here you go. Well, I think my mom's story is incredible. She came from a not very financially successful family, and she did incredible things. She studied really hard in school, and she got to where she was because she worked really hard, and she kept going. She never stopped. So, what's the plan for next weekend? I don't know. Would you be interested to come fishing with me? Mm-hmm. As long as I don't sit for 3 hours without any fish. Baba, it's part of fishing. You don't know what you will get. But you can try and try again. This is life. You cannot say, hey, you know, fishing teaches you patience. خاصك تكون صبور عندك الصبر. لأن الحياة ماشي ديما كتجيب الفيش. Many times, as you say, you work very hard and you get nothing. But the hard work you didn't put it in vain. You know, it's for the next. Next step in your life. All the hard work pays. Education is the most important thing. We are not going to leave you a lot of money. But what we will leave you is a good education. And make up your own future. Okay? Because as I told you, you know, you are American. You can do anything you want. I love you, Mom. I love you too. I don't know if I want to be a physicist. I mean, it's kind of early for me to be deciding what I want to do. And I'm not very enthusiastic when it comes to scientific related things or theories, but I really like handling money. So maybe I would go into accounting or banking or some economically related job. This is called gamma sphere. في سنة 2017 في جانواري 30 آخر جانواري أصبحت أول امرأة مديرة الفيزيكس ديفيجن at Argonne National Lab. The physics division at Argonne is the من أقدم divisions, أول division في lab, و Argonne is the first national lab in United States. All right, Whitney, any updates? I put the same paper on the archive. Oh, congratulations. And we'll submit it to the PRL. There's a justification for like why you're submitting it. Yes. Like 100 words, I think. Yeah, I remember that. So I gotta just write that, and okay. I don't think it'll be, I don't know how important it is. I think it's just so that they can filter something. Yeah, well, I think you better spend some time writing it well, because if you don't make at least a decent case, they might just say. خديت هاد البوزيشن لأنني مؤمنة بأن الاستثمار في الناس هي أحسن وأكبر حاجة للنجاح. النجاح ما تتحققش
ب like robots كيتحقق بالانجينويتي اوف بيبل وخصنا نهتموا بالانسان لان الانسان هو اكبر كنز لاي مؤسسه. When I feel very strongly, especially for the next generation. Okay. So we are going to submit three. One for superconducting nanowire, one for the atom trap, and the other one is for quantum computing with the lattice person that works in ALCF. من بين المسائل هو أنني أنا قبل كل شيء مرأة امرأة امرأة عالمة فيزيائية والنساء في العلم minorities ما كاينش كنت في الديفيجن فيزيكس ديفيجن في أرغون المرأة الوحيدة العالمة لمدة 15 سنة وأصبحت أول مرأة مديرة للفيزيكس ديفيجن في 70 سنة الماضية وأصغر سنا وكامرأة في العلم كنقوم بواجبي أنني نكون رول موديل للفتيات اللي هما في الميدل سكول وفي الهاي سكول وكنقول لهم بأنهم يقدروا يتبعوا الحلم ديالهم أنهم يحققوا ذاتهم في العلم. والعلم ماشي غير الفيزياء، العلم كيتعلق بمجالات كثيرة متعددة. بالحق أهم حاجة في العلم هو أنك تحل المشكلات problem solving، وهذه مسألة كتعاونك كنت عالم ولا lawyer ولا whatever. كما كتشوفوا احنا هنا في فيزيكس ديفيجن وفيزيكس ديفيجن از ذا هوم اوف اتلاس اكسلريتور مسرع الذره عندنا هنا في البيسمنت وغادي نزوروه عما قليل. اش كنشوفوا هنايا كتشوف الذره كتكتسب بسرعه اكبر واكبر واكبر ومن بعد كتمشي وكتضرب هدف اللي مكون من مجموعه ديال الذرات وملي كتوقع ديك الرياكشن كان نكونوا مجموعه ديال الجزيئات اللي حنايا كندرسوها في الديتكتور ديالنا اللي غادي تشوفوه داونستيرز. Hi Jake, how are you? Doing well. Okay. How is work going? Things are going well. We're in the middle of developing a purification system to get the krypton gas out of the groundwater that everybody's so interested in. Yeah. And to get it into our system here so that we can continue to run samples. So was it published, the latest work on Egypt? So you guys went there? The Egypt work, yeah, that's been published. That was published a little while ago, whiles ago actually. That was for the Nubian aquifer. Okay. So what we were able to do for them is determine exactly how old the water was, which allows them to track where the water comes from. Okay. And so what you use that data for is if you're pulling water out of a well somewhere in Egypt, there's a question of does it belong to Egypt or does it belong to a neighboring country? Okay. And these are the sort of questions they want the answer to. And so hydrologists can go in and say, well, if we know the age, we know where the water's been traveling from, so we can tell you where the water came from. What oldest water you find there? From the Nubian aquifer, I think we had water that was about 1 million years old. Wow. Which is way beyond what, you know, carbon dating can do, which is what they were using before we came in to do krypton dating with our system. So you have a new display I can see here. Yeah, so can you walk me through that? Yeah, basically the idea is that to do our radio krypton dating, mm-hmm. We trap and count atoms. Yes. And we have, you know, they're extremely rare. So, you know, krypton is part per million in the atmosphere, as you know, and krypton 81, the atom that we're after, is part per trillion out of all the krypton atoms. So when we trap atoms in our system and we're looking for krypton 81, we only get like one or two at a time. And so what you see here on the display is actually a single krypton 81 atom that I've frozen here. Okay. And so that's one single atom sitting in our trap. It's not there right now. This is just some diagnostics that I was doing mm-hmm. earlier. So mm-hmm. this is a frame up. But the idea was that we can count the single atoms and integrate all of the photons on the camera here. And what you see here is the integrated counts. So okay. it's all background and then one atom. And here's a histogram. Sometimes we have one atom, sometimes we have two atoms, and we can actually count single atoms in our trap. I see. Okay. And by doing this, we actually have a very fine measure of how many atoms. مساهمات ديالي في المجال أنني نشجع البنات على العلم ومساهمات كبيرة. بالإضافة أن كعالمة عندي إسهامات كثيرة اللي هي إسهامات شخصية. قمنا ب تطوير مجالات باش ندرسوا الذرة
وبالإضافة كمانجر للفيزيكس ديفيجن وديركتور بدينا مجالات جديدة في اللابوراتوري، ومن أهمها ميديكال إيزوتوب production، اللي هاد المسألة هادي كت هاد الايزوتوب كي يساعدوا في cure cancer اللي هي مهمة للسوسايتي، ولكن كي يستعملوا تقنيات ديال الاكسيليريتور فيزيكس، نوكلير فيزيكس وراديو كيمستري. وهذه مسألة مهمة ماشي غير الامريكا ولكن العالم بأسره. من بين المسائل اللي كان شرف عليها الجاما سفير ديتكتور، وهذا الجاما سفير هو وحيد من نوعه في العالم. هذا الديتكتور كيسمح لينا ان ندرسوا النوعيه ديال الذرات اللي كان نخلقوهم، اللي كيكون عندنا الاكسيليريتور وكيضرب في التارجت. وهذا الديتكتور كيسمح لينا باكتشافات كبيره في مجال الفيزياء النوويه. هذا الديتكتور هذا اللي هو مفخره للقسم الفيزياء في أرغون استعمل في الموفي هالك، وكان هالك هزو هكا في يديه وبيان سور كبروه. وحنا بالنسبه لينا هذا ديتكتور مهم ومفخره لينا انه تستعمل في افلام عالميه كهول. علاش اللي باغي تجي هذه الامريكان هذه؟ العرس كان جا لا انا نعاود لكم قصه ديال العرس ولكن ما تدوزوهاش جا ابراهيم جاو باش والاخ ديالو جاو باش يخطبوني يا تو اسك فور ماي هاند فور ماي داد هيز مام كيم تو اسك فور ماي هاند وذ هيز داد اند ذن ماي ستيب مام شي واز ماتش يونجر شي اوبن ذا دور اند هيز مام تولد ذات شي از ذا The bride. She was kissing her and hugging her. And then when I came in, I sit down and everybody was looking. She thought I am the brother of the bride. Funny. And then when his brother started talking to me, she looked at me and she said, oh my God, why do you cut your hair that short? You know, his mom is, you know, from the South, very traditional lady. Oh my God, that was so funny. She thought my mom is the bride. And then the brother, yeah. How do you want me to say this story? بالنسبة لي إبراهيم هو my life partner. وأنا الحمد لله very lucky أنني تلاقيت به. He's the backbone of our family. وملي تعرفنا على بعضياتنا عرف قصتي وداكشي باش تفهمها. طلبت العصمة، والعصمة بالنسبة على الأقل التعاقد اللي تعاقدنا في الزواج أنه هو إلا بغى يطلق يمكن له يطلق، والحق أنا إلا بغيت نطلق يمكن لي نطلق، اللي هي ديفولت في المغرب أن المرأة ما تقدرش تطلق حتى الراجل يوافق. هاد المسألة هادي أصريت عليها لأن كبرت مع الوالد ديالي الله يرحمه، كان تيقول لي انا خديتك خداني من عند ماما، وخداني من عند ماما لان الشرع كان نورمالمون يعطي الماما الحق انها تاخذني. لا ديسكشن هير، هنا المناقشه ماشي هي واش مزيان ولا ماشي مزيان حيت خداني، ولكن استعمل انها قال لها الا بغيتي نطلقك ونعطيك حريتك تخلي لي بنتي. وهذه المساله هذه ما كاينش شي مراه في العالم خصها تحط في هذا الموقف هذا اللي تختار بين حريتها وبين الحضانة الأبناء ديالها. دونك أنا بالنسبة لي إبراهيم عارف هذه المسألة، وهو إنسان كما قلت له أنا الصداق ديالي كان ريال لي 5 سنتس، هذا هو الصداق ديالي، ولو أن وآخر الصداق نفس الشكل. وكنذكر أن العمة ديالي قالت لي بنتي دير مؤخر الصداق باش الرجال ما يطلقوش بمسألة هينة. قلت له ما تهمنيش إلا طلق بالسلامة. بالنسبة لي أنا الزواج هو مشاركة الحياة. الإنسان كتعطيه ماشي غير نفسك وروحك وما تملك، دونك الثقة مسألة مهمة. وداك الشيء علاش إبراهيم وافق، هي مسألة ماشي مسألة رجولة ولا ماشي رجولة، هي مسألة باش يخليني أنا مطمئنة عليه، لأن كون ما وافقش ما كناش غنتزوج. والحمد لله حنا متراضيين، وحتى تنقول له شوف إبراهيم حتى إلا مشينا وطلقنا شي نهار غنبقاو بحال الخوت، وان شاء الله مع مره غتوقع. حنا عاد حتى 20 سنه
هذا العام احتفال بالزواج ديالنا. الحمد لله انا كنقول مع راسي انني انا درت شي حاجه مزيانه في حياتي باش ربي ارسل لي ابراهيم. This is really a good time for me to say thank you daddy. شكرا على 20 عام ديال كفاح. الى نجحت اي نجاح بالنسبه لي الفضل كله كيرجع لربي والابراهيم. Happy 20th anniversary. شكرا. وقت الكعكة. اوكي هاو تو دو هذا تيراميسو 1 2 3 بعبوعي. قلت له الحمد لله على لطف الله اللي ما انتش لايك هي ولا هيز يو نو بسكوتي. It's really good. كي What the heck, Messi? Where did Messi come from? كان شوت ها؟ ما عايز يلا أنا جميل يلا No! No! Oh, that's it. That's oh my God. Dad, why'd you duck? Oh, yes. It's frustrating when I lose to my mom because I'm like, how is this possible? Does it make sense? She's 45 and I'm 12. I should have the upper hand, but I don't. She seems to be the best at everything she does. شريعتي في الحياة أن الإنسان ما خصوش يستسلم. خصو يحدد الحلم دياله يشوفه بعينيه ويتبعه باش يحققه. الحياة مليئة بالصعوبات والإنسان كيتعرف القيمة ديالو بعدد الصعوبات اللي هو تخطاها باش ينجح. بالنسبة لي أنا هدفي في الحياة هو العلم وديما كنقول اللهم زيدني علما اللهم زيدني علما اللهم زيدني علما. أهلا حمزة صافا كي داير أخويا؟ صافا كوكول الحمد لله أخويا توحشتك. توحشتك كوكول وخبرتي. إيوا أخويا أش غادي دير؟ غير مع الخدمة والله إلا راك عارف تمارة. عارفك أخوك وعارفك الله معك الله يكون معك. عمر لاباس عليه؟ الحمد لله لاباس كل شيء لاباس. إبراهيم؟ لاباس الحمد لله حتى لاميا لاباس عليها. لاميا لاباس عليها؟ لاباس رجات. شحال هذي ما هضرنا مع لاميا لاباس عليها؟ الحمد لله خويا كل شيء لاباس. وكي دايرة العائلة وعماتي كي دايرين؟ كلشي كيسلم عليك عمتي لاباس عليهم. عليهم السلام. كلشي كيسلم عليك اللي كيشوف ليش خبار كوكو كي دايره. شي هضمي لاباس عليهم. الحمد لله. واخويا انا راني توحشتك بزاف. انا كوكو توحشتك بزاف بزاف بزاف. ايوا ما غاتجيش لعندي. توحشتك بزاف اخوكو. انا كيعرفها كوكو التجربه الاولى مع طلب ديال الفيزا وهذاك الرفض اللي كان ديك الطريقه اللي كثر شويه عليا وفات. غنحاول ما امكن انني نغتنم جميع الفرص اللي كاينين باش ندير طلبات واحده اخرى بالطريقه اللي نحاول ما امكن انني نكون زعما وفق المعايير اللي كياخذوهم في الانتقاء ديال الفيزا. ولكن انا نحاول ما امكن انني زعما نغتنم جميع الفرص اللي كاينه باش ناخذ هذيك الفيزا. ومزيان انا جيم بيان الاصرار ديالك. وقل لي علاش اللي باغي تجي هاد الميريكان هادي؟ انا معجب بالثقافه الامريكيه ولكن امريكا ماشي كبلد. امريكا كثقافه. امريكا كتنوع ثقافي. امريكا كان بالنسبه لي حلم بدا ملي كنت كان في عمري 4 سنوات ملي كنت مع الاب ديالي. الاب ديالي كيحب يصيد السمك وكنا كنمشيو في الرباط في البحر وكنت كنسالو شنو مورا هذا البحر. كان كيقول لي امريكا. بالنسبه لي امريكا كان حلم وكان مكان سحري اللي كنت كنتمنى يوم من الايام انني نزور. ملي تحت لي الفرصه انني نجي بالنسبه لي ملي تعرفت على امريكا اول مره وشفت الناس وشفت الطيبوبة ديالهم والخير ديالهم وأنهم ما يهمش كيف الشكل ديالك اللون ديالك المعتقد ديالك كلهم كيحترموك وكيتقبلوك
واهم حاجه هي شنو كتقدم لهذا المجتمع هذا، شنو كتقدم لهذا امريكا. بالنسبه لي ملي تعرفت على هذا البلاد اكبر حلم كان عندي هو انني نولي امريكيه، لان المغرب بلادي تولدت فيه وفيه عائلتي، اكيد انني ما اختاريتوش ولكن عندي معه علاقه حميميه، ولكن امريكا هي بلادي اللي اختاريت. والحلم ديالي ملي اصبحت امريكيه كان حلم الحمد لله، الحمد لله انني حققته قبل ما نموت. والولد ديالي ملي كنت في فرنسا انا قررت انني ما نولدش حتى نجي لامريكا، واللي كنقول لعمر كنقول له شوف اكبر هديه قدمت لك في حياتك هو انني ولدتك هنايا، وكنظن انه كيوافقني هذا الراي.